السلام عليكم وبركاته، معكم اخوكم احمد تكسر. رجعنا لكم اليوم مقطع جديد يا اخوان، مختلف عن المقاطع اللي ننزلها. ننزل درافتات، ننزل تجربه لعيبه، ننزل خشب بدون ذهب. اليوم لا، اليوم ابى اثبت لك ان انا يا عزيزي المتابع موسوعه كره. انا داهية في هذا كره القدم، هذه لعبتي. يعني انا اللي اخترت الكوره، انا اللي اسست جذور هذه كره القدم. بعدين اثبت لك يا عزيزي المتابع، راح نخش كوزات، نخش نكتب هارد. ليش هارد؟ انا من ضعيف، انا ما العب بالايزي، هديني الهارد وادق دق الهارد. ونخش على مقطع ان شاء الله. اذا عجبك المقطع لايك شير سبسكرايب يا عزيزي المتابع، وانشر المقطع ودوس. خلنا اوريك قديش انا موسوع في هذا يس. خش يا وحش. الفريق الاول كم؟ طب دي 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 دي, دي. كم دقيقه؟ في 10 ثواني ورا ظهري هنا، في 10 ثواني. طيب ويحك، دقيقه باقي 6 ثواني. دقيقه والله، لا استنى شوي. طيب 10 ثواني. خلص السيتي. يلا يا طب توريس خرج، انا اللي صدقني المهاجم بس توريس خرج. اللي بعده صربيا، البانيا، لاتسيو، لويس فيليبي، تشيربي، دولورينزو، ما ادري ايش اسمه ذاك اللي هناك، بس ايزي كله 100 100 يا اخوان. يعني ماني شايف الجناح، انا قاعد اتفرج معاكم. كندي مهاجم ليل، شايف قديش انا سريع عزيز المتابع؟ مره سريع انا، موسوعه والله، موسوعه كرويه. ليل يا شيخ، ديالو، ريناتو، يالميز، كله اسبانيين. الحارس تشيلي، مين؟ برافو. مين؟ ريال بيتيس. والصانع فقير، والمحور اليسار لسيرسو. والله ما هو لسيرسو، انا قاعد اهايط وطقيت يدي. اللي بعده يا شيخ مين يا ولد؟ هذا مره سهل. طيب انا بديك فرصه عزيزي المتابع انك تجاوب. كنت نام صح؟ انا ليه ما اخليكم اسمع، خليني اعطيكم فرصه. انا بعطيكم فرصه، اذا بدا يسوي تك 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 حقول الفريق. اوكي يلا اعطيك فرصة عادي، مرة واضح. يلا انا بعطيك فرصة، لو كان تك 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 بقول فولسبورغ. المفروض انك تعرف مين امبابو وكوريكس، كلنا نلعب بكوريكس، المفروض انك عارف. مهاجم يرملينكو، دقيقة ويست هام؟ لا من هذا؟ لا والله ما في بالي أي أحد. أوكي ورع هذا إيش؟ شيء ما أعرف إشبيريا. دقيقة وين صدعت انا؟ عرفتوا انتوا، انا عرفتوا ايفرتون. بدأنا نرجع. غلطين. مين ذا؟ ايش الفريق ذا؟ عرفتوا انت عرفتوا؟ اتلانتا. واضح مرة واضح كذا. مرة مغمض شو عارف، عرفت انت؟ مو نشرد البع اسم امه مصعب، بس امه. ليتس جو. فارس بلجيكي. عرفته ايزي عرفته.
لا مو هو هذا اللي اوكي هذا ما غيرهم معروف مدريد معروف والله حسبت كاستيل ايزي شفت لما تشوف اعلام كثيره بالك شوف يعني تحس انه ما ادري هم نابولي كذا حاط من كل دوله ماخذين لاعب نابولي كذا يجمع لك من كل يا ساتر يا واد اعلام كثير تحس انه مو نادي ايطالي اوكي هذا نادي روسي الايراني ذا يلعب فين الايراني المهاجم ذا اللي حق بورتو بس بورتو فيه ناس برتغاليين بس هذا روسي سيسكا موسكو والله زنت انا رميت سيسكا موسكو لانه ما اعرف انه هو عرفته انا عرفته انت عرفته ما عرفته انا عرفته والله عرفته والله شو ليدز عرفته من دانيال جيمس الحمد لله بيت الحارس طب صفك من الحارس وش ذي وش هذا وش ذا ابرمي والله ما ادري مين والله اني شفت العلم حق الحارس صدعت مهاجم اسرائيلي شفتوا ذاك انا عرفته والله انا على ام المهاجم الزق اللي في كل باكج طبعا ايندهوفن ما ادري والله سبقتكم على ايش والله اذا مرضتك فرصه اسف ايندهوفن ليتس جو والعب كلهم فرنسيين والحارس الماني ايش اسمه ذاك ويري مين هذا والله حرام ما جبته والله والله كنت بقول تراب بعدين افتكرت ان تراب نقل هينك تراب عرفت النادي مقبول على حقه مناك والله مقبول اربع غلط انت كم غلط عزيزي المتابع اكتب لنا في التعليقات يوفنتوس والله حرام اربع غلط حرام مو ثلاثه بس يلا 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 ها عطني المهاجم جمايكي بس عرفته انا ما والله انا برمي لاني ما اعرف الا واحد جمايكي استون فيلا لا والله انه انجليزي والله انتوني انجليزي والله اسبانيين كثير الحارس برتغالي في كاميروني مين في كاميروني والله ما اعرف غرناطة من الضحية من الجناح اليسار والله عرفتي من الجناح اليسار Let's go special bonus يا اخوان معروف عرفتي انت انا عرفته انت عرفته ما عرفته ركز في السنتر التركي ليستر سيتي دقيقة عشان انا صدعت هذا المقطع الثاني يا اخوان عشان اثبت لكم ان انا برضو مهنك كرويا وعبقري بسم الله السيتي يا هذا ليكون نفس السؤال ليكون نفس اللي قبل شويه اللي قبل شويه كان بدايته السيتي لو نفس حنقفل اما المقطع ونروح مكسيكي جناح مغربي حارس معروف المغربي الحارس هذا عمنا كلنا تك 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 اشبيليا معروف ابتدد اوكي عرفته انا عرفته انت عرفته ما عرفته يوفنتوس يتحكروا الاندية باخوة اوكي هذا معروف واضح والله من الايراني من هذا شايف هذا معروف بورتو ليتس جو ايزي مرة ايزي اللي هنا أرجنتيني باريس انجب مو قادرين يفوز على مدريد انا لابس باريس صح اوبا في الارسنال دقيقة هذا مو ارسنال صح هو برشلونة اوكي برشلونة على شو الله انا قاعد افكر بصوت عالم سوري برشلونة ما دريت طيب معروف لا معروف دقيقة شوف كذا
وصلت انا وصلت انت وصلت انا والله وصلت لوكس دين الظهير اليسار استون فيلا هذا لوستون فيلا مو هذاك ها ابو عمر هلا يا ابو عمر انزين اقول له انا بغيت اكلش ولسن أنا... أنا... يا حبيبي انتر ميلان خلاص صعب مهاجم كندي نعيد ونكرر اذا شفت مهاجم كندي تروح لمين دايركت على طول كذا تقول يب لين على طول ما في الا هو المهاجم اصلا الوحيد اللي عنده ليتس جو اصلا لما تشوف البرتغال كثير تحس انه نادي برتغالي لا 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 مين الفرنسي اوكي معروف يعني شوف هو في علم شاطح كذا يكون في مكان تركز انا والله اشوف انه هذه اشياء سهله ماني شايف اي هارد فيها ولو عندك اخوان طبعا بايرن ولو عندك يا عزيز المتابع اي شيء صعب اسدحه تحت انا حاسس انه شيء سهل هذا ايش التفاهه هذا اوكي معروف اوكي معروف وانا قاعد افكر في العالم هذا حق السنتر واضح واضح وصريح مره واضح اتلتيكو مدريد ليتس جو اوكي معروف معروف بالرقبه ذا اللي قدام معروف معروف درق بدا كان جنسيته الزبده اياكس هلا يا اياكس امريكا في النص مين هذولي يا سمر يا شو باخ 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 نو مين هذولي والله ما اعرف يعني بالله إذا ما عرفت النادي إذا حعرف عن النادي إذا هذا ما عرفت أنا حعرف مين يعني الله اللي قبل شيء أخوانا اعذرونا لكن هذا تشيلسي واضح واضح يعني وضوح الشمس هالند أوكي كأني قلت النادي صح على فاس والله أحس كذا خلاص 3-2-1 بروسيا دورتموند هلا يا دورتموند هوملز الحلقة اللي فاتت تشقنا في الدفاع يهو دقيقة تنهام بس ايش ايش الجنسيات هذه بنتانكو اوه والله جابوا لعيبة ذولي ما ادري والله اوكي ايزي ايزي يا ولد نفس الحلقة اللي ما تغير ولا شيء ايزي هلا ما ادري هلا ما ادري الله ما ادري بس بعد مباراة اوه ايزي النادي المقرب الى قلبي النادي العزيز علي داني اولمو انخلين الله يا لايبزيج معروف 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 ايزي ايزي من يوم ما تشوف برتغالي قدام برتغالي ايزي ايزي عرفتوا ما عرفتوا الله يا الخنازير معلش يلا السؤال قبل الاخير وين دقيقه مين هذولي اتلانتا وربي ما رميت والله رميت والله رميت مين ذولي كمان وين انت مين بورتو لا بنفيكا الله ما ادري مين انت والله عطنا المهاجم عرفتوا مالتنا الاسطوره اسحاق يا سوسيداد الله كنت حاسس اني اقول اسم النادي حلو عطني ها الحارس صفك من الحارس يا احمد مهاجم مين هذولي ليستر والله ما ادري والله ما ادري والله ما ادري لا معروفين ذولي معروفين من عالم الجزائر انا اجيب لي لعيبه عربيين في التشكيل اعرف لكم النادي على طول مين اللي هنا طيب في واحد هنا برازيلي اي سي ميلان يلا الجناح النيجيري اللي نزل في المهام ايش نادي ايش كان نادي فيريال ليتس جو غلطتين والمقطع اللي فات 4 غلطات
50 سؤال غلطنا في 5 قاموا في 5 4 2 6 يعني 44 سؤال عزيزي المتابع جبتها صح. وهذا انا اثبت لك انا موسوعه في هذه اللعبه بس في هذه اللعبه. اذا عندك لعبه ثانيه اسدح لي اياها في الكومنتات عشان اوريك ان انا من جد موسوعه وردوها علي الاسطح. تقبل العاب المجاهده شارك تنتج معانا مقطع خفيف لطيف كذا نرفع عن نفسك. تقبل العاب المجاهده.